السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة لكم، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج فلاش فوت، البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة وسبت مع ملخصات البطولتين المحترفتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى المشاركات القارية للأندية الجزائرية، وسيكون الشطر الأكبر فيه للحدث ومباراة إياب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تجمع اتحاد الجزائر بمستضيفه الوداد البيضاوي المغربي بداية من الساعة 8 من يوم السبت أي غدا. إذن للتطرق ولمناقشة كل هذه المحاور والفقرات يحضر معنا كالعادة طارق غول محلل قناة الجزائر واللاعب السابق كذلك لفريق اتحاد الجزائر. مرحبا طارق. مرحبا بك أخ جعفر. مرحبا طارق. عمر سلامي أهلا وسهلا زميلنا في القسم الرياضي كالعادة. أهلا بك علي وبالمشاهد الكريم وطارق غول اللي حضر معنا. إذن مرحبا بكما وبالمشاهدين الأفاضل. النصيب الأكبر كما ذكرت آنفا سيكون لفريق اتحاد الجزائر ومباراة إياب الدور نصف النهائي ضد الوداد البيضاوي المغربي، حيث أنهى الاتحاد آخر تحضيراته لمواجهة الوداد ضمن إياب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا. ويكون الطاقم الفني بقيادة بول بوت وعبد القادر يعيش قد ضبط التشكيلة التي سيخوض بها المباراة الحاسمة، حيث استفاد من اندماج كامل التعداد في التدريبات الجماعية التي جرت قبل قليل في توقيت المباراة، والتي شارك فيها كما قلت كل التعداد باستثناء محمد بن قابلية الذي لا يزال يعاني من الإصابة. لمعرفة آخر المستجدات ينضم إلينا من مدينة الدار البيضاء المغربية عبر الهاتف مفدنا ياسين مزياني. ياسين أهلا وسهلا بك، مرحبا، كيف تسير الأمور وكيف هي الأجواء داخل بيت الاتحاد قبل يوم أو قبل ساعات أقول من المباراة الحاسمة ضمن الدور نصف النهائي؟ نعم مساء الخير زميلي علي جعفر، مساء الخير ورحب أيضا بضيوفك الكرام عمر سلامي وطارق غول، ورحب أيضا بجمهورنا الرياضي الكريم. إذا كما أشرت علي جعفر، اتحاد العاصمة خضع حصته التدريبية الوحيدة بملعب محمد الخامس مسرح المباراة نصف النهائية يوم غد. الحصة التدريبية إذا كانت بتوقيت المباراة مع حضور مميز للصحافة الجزائرية سواء أو الصحافة المغربية التي حضرت الحصة التدريبية التي خصصت ربع ساعة للإعلاميين. إذا على العموم أقول اتحاد العاصمة قام بكل الأمور يعني التحضيرية بتربص سيدي موسى على مدار الأسبوع الماضي. اتحاد العاصمة لربما الشيء الذي لاحظناه هناك تركيز عالي في الفريق المدرب أو وأرضية الميدان هي أرضية ملعب محمد الخامس تبدو على أحسن ما يرام لاستضافة هذا العصر الكروي بين الشقيقين. أرضية ممتازة ربما سيقدم الاتحاد مردود أفضل من الذي قدمه في مباراة الذهاب. إذا لحد الآن ربما ما ميز وصول بعثة اتحاد العاصمة هو حسن الاستقبال من طرف الجميع هنا في المغرب سواء من الأعضاء أو من الصحافة المغربية. إذا أرضية الميدان قلنا بأنها جيدة. الصحافة المغربية زميلي علي جعفر كانت حاضرة بقوة وبدورها تحدثت عن قوة الوداد المغربي المتمثلة لربما حسب الصحافة المغربية في قاعدته الجماهيرية. أما بول بوت ورضوان شريف اللذين نشطاء اعتبر أن الضغط سيكون أكثر على الطرفين والاتحاد متعود على الضغط الجماهيري. نعم ياسين أرجو أن تبقى معي فقط، سأعود إليك بعد قليل للحديث عن الطرف الآخر فريق الوداد البيضاوي المغربي الذي الأصداء تقول بأنه يعيش على وقع المشاكل المالية وكذلك على وقع النتائج على المستوى المحلي. ترغول ربما بعودة درفلو أحد هدافي الفريق وكذلك محمد ربيع مفتاح اللاعبان كان مصابين في معسكر سيدي موسى، يعني كل الظروف الأرضية مناسبة، الاستقبال كان جيد، الضغط
غير يعني الاتحاد سيلعب الكل في الكل حتى نتيجة الذهاب تخدمه تقريبا صفر مقابل صفر. لا صحيح، بما انه اتحاد العاصمة ما تلقاش هدف هنا في الجزائر في المباراة الاولى، نظن الان راه كل الكفارة هي متوازية، يعني ما كاش فريق احسن من الاخر. صحيح انه فريق الوداد البيضاوي يستقبل على ارضية ميدانه، ولكن ما راهوش عائق بالنسبة للاتحاد، لانه الخبرة وعدة المباريات اللي جراوها اللاعبين نفس المجموعة، يعني لو نلاحظوا نفس المجموعة اللي شاركت في اخر نهائي بالنسبة للفريق، يعني ما كانش هذاك الضغط للاعبين راح يكتشفوه. لا، الكل امور واضحه الان، تذكرت يعني كل اشياء راهي في صالح الاتحاد، ولكن داخل ارضيه الميدان اثناء اللقاء اثناء مرور الدقائق، يعني هذاك هو المهم. هنا التغييرات كيفاش راح تكون رده فعل بالنسبه للاعبين الاتحاد، وفي نفس الشيء بالنسبه للمدرب لقراءته للمباراه اثناء مسايرتها. نعم، اذا المدرب يعيش وكذلك المدرب بول فوت عمر السلامي، الاكيد انهما استفادا من عوده كامل العناصر، ركزا على الجانب المعنوي كما تابعنا خلال معسكر سيدي موسى وكذلك خلال يعني تنقل الى المغرب. هل كما ذكرنا سابقا في عدد سابقه، هل ستكون مباراه الغد هي مباراه اللاعبين فوق ارضيه الميدان؟ بالطبع، لو نعود اولا للخيارات ولا الخطه التكتيكيه اللي راح يلعب بها، نظن باللي التربص اللي كان في سيدي موسى وخاصه المغلق اللي بدا يوم الثلاثاء في سيدي موسى، جرب بول بوت كل الخيارات اللي من الممكن راح يلعب بها في المباراه. ما راحش ننتظر الحصه اليوم، الحصه تاع اليوم اللي كانت على ملعب محمد الخامس كانت لاكتشاف المعالم تاع الملعب، شافوا الارضيه الى غير ذلك. نظن باللي كل الامور التحضيريه تمت هنا في سيدي موسى قبل التنقل. شيء اخر انه مباراه اللاعبين بالطبع هي مباراه اللاعبين، والاتحاد عودنا في مثل هذه المناسبات يعود بنتائج جيده من خارج ديار، خاصه كما قال طارق. لا، اولا نتحدث مزيان على الجمهور اللي هو العامل القوي تاع الفريق هذا. نظن باللي من جهه اخرى الجمهور هذا ربما راح يشكل ضغط على الفريق تاعو اكثر من اتحاد الجزائر. اللي راح هذه المره مقارنه بلقاء الذهاب اللي انتهى على نتيجه التعادل السلبي، راح يستفيد من ارضيه ميدان جيده مقارنه بملعب 5 جويليه اللي كانت عائق في المباراه هذه، بالاضافه الى استفاده من كل تعداد كل لاعبين. نظن باللي كل الظروف مواتيه لاتحاد الجزائر لتحقيق نتيجه، والجميع يعرف باللي تسجيل هدف للاتحاد في بدايه مباراه او في المباراه مع الحفاظ على عذريه شباكو احسن سيناريو بالنسبه للاتحاد. اسمح لي جعفر، بما انك قلت يعني اهم مباراه يعني تخص في مباراة مثل هذه وتخص اللاعبين. نعم، تحدثنا ربما طارق بالنظر لمردود الاتحاد في البطولة وكذا في المباريات السابقة في دولة. لا صراحة أنا ما نشوفهاش اللاعبين، أنا نشوفها صحيح أنه هما يعني كما نقولوا احنا هما سي لي زاكتور داخل أرضية الميدان. اللي نفذوا يعني الصح داخل أرضية، ولكن القراءة الشيء الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة اتحاد العاصمة كما يبدأ المباراة كما ينهيها. هنا لو تكون مع مدرب الخصم راح تسهل له المهمه، يعني ما كاش هذوك التغييرات اللي تخلي تصعب. تتحدث عن الكوتشينغ. نعم، الكوتشينغ بالنسبه للمدرب. انا بالنسبه للمباريات مثل هذه حتى دور المدرب دور كبير في مثل هذا الدور. نعم طارق، اذا مباراه حاسمه ومنعرج جديد في الطريق نحو منصه التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائن الاتحاد، فرصه اخرى لابناء سوستاره من اجل تعويض ما جنبوه عام 2015 امام تيبي مازامبي الكونغولي، ومن اجل ذلك هم مطالبون بتقديم الكل في الكل بملعب محمد الخامس لاستدراك نتيجه مباراه الذهاب التي انتهت من دون اهداف. نتابع هذا التقرير. ممثل الجزائر الوحيد في المنافسة القارية اتحاد الجزائر سيكون أمام اختبار جديد في رحلة البحث عن اللقب الإفريقي عندما يحل ضيفا على الوداد البيضاوي المغربي بملعب محمد خامس بدار البيضاء ضمن الدور نصف النهائي إياب بمسابقة رابطة أبطال إفريقيا. اللاعبين يعني راهم واعيين يعني بالمسؤولية الكبيرة هذه، الانسان لازم يركز باش نكونوا يعني على اوتور لجورجي بور سو كاليفي ان شاء الله. اليوم رانا هنا في مروك وجايين بحاجه واحده هي نعود للجزائر بالتاهل ان شاء الله. لي جواري سون كونسيون اوني كونسيون، نقدر على بالنا واش يسنانا ان شاء الله يا ربي نكونوا في نهارنا الجور دو ماتش.
ولعل ما سيحفز رفقاء درفلو للتأهل المرة الثانية بعد نهائي 2015 أمام نادي تيبي مازامبي الكونغولي هو نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ما يعني أن حظوظ الاتحاد تبقى قائمة بالنظر للمستوى الطيب الذي يقدمه خارج قواعده. إلى جانب ذلك فإن إدارة الاتحاد وفرت كل الظروف المواثية للفريق للتركيز على المباراة. احنا تاع صح مأمنين وهاد النتيجة ماهيش نتيجة مفخخة، هي هادي 0-0 هاي النتيجة مليحة. انا بول مون كيما اونكيسيناش بيا، احنا ليكيب تاعنا تلعب لي ماتش اليكستيريور، داروا لي ماتش شابين وعندنا احنا متفائلين وان شاء الله هاد العام عامنا باذن الله. نو سون فوني تي موشان بور سيبورتي لو اس مادالجي اي فورزا يو اس مادالجي اون ايغا جوسكو بو ولا كوب دافريك تقعد هنا كيما كيما. تفاؤل كبير يحدو أنصار الاتحاد في قدرة رفقاء زماموش على رفع التحدي والعودة من المغرب بتأشيرة التأهل إلى النهائي. ديربي مغاربي يعيد بالكثير، سيكون في أشبال بول بوت مطالبين بالتركيز وبذل أقصى مجهوداتهم لبلوغ المحطة النهائية. تربي مغاربي إذن بين الاتحاد والوداد، الوداد الذي يعيش على وقع المشاكل طارق عمر، إذن يعيش قلت على وقع المشاكل المالية ومشكلة المستحقات وكذلك الضغط الجماهيري من جراء الإقصاء من كأس العرش الملكي. ياسين مزياني أنت معنا دائما من الدار البيضاء، مفادونا إلى الدار البيضاء، يعني ما يعني كيف تبعت يعني المشاكل التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام داخل بيت الوداد البيضاوي، وهل يعني تبدو أنها ستؤثر على اللاعبين فوق أرضية الميدان؟ بطبيعة الحال زميل علي جعفر، المشاكل المالية في بيت وداد كازابلانكا هذه لربما جعلت الفريق يعني يختفي عن الأنظار ويتنقل إلى مدينة الرباط للقيام بتربصه هربا من ضغط الجماهير. جماهير الوداد اللي نعرفوها تعشق الفريق ولا تتحمل الخسارة. يعني رئيس الفريق قام بتغليط الإعلام وصرح بأنه تقدم بمنحة 10,000 دولار ربما. نعم علي جعفر كان يعني قرر يعني باش يمتص غضب الجماهير ويعني أقلام الصحفيين. إذا كما قلنا الفريق تدرب بمدينة الرباط ولم يتدرب مطلقا بأرضية ملعب محمد الخامس التي يعرفها الفريق. إذا لربما أيضا جماهير الوداد لربما هي متعطشة للفوز ولا تحتاج إلى خسارة جديدة بعد الإقصاء من كأس العرش أمام نهضة بركان. نعم. وأيضا هناك بعض الأمور أيضا تابعناها، يعني استفزاز أنصار الرجاء البيضاوي الغريم التقليدي، يعني كانوا يستفزون أنصار الوداد بالهزيمة، وهو شيء يخدم الاتحاد طبعا. نعم لربما نعم. بالحديث عن الأنصار ياسين، قرأنا ربما في الصحافة المغربية بأن التذاكر المباراة بيعت يعني كلها والمباراة ستلعب بشبابيك مغلقة، ما هي التقديرات يعني الحضور الجماهيري؟ نعم وفقا للصحافة المغربية الذي كان لنا حديث جانبي معهم، هناك 40,000 تذكرة خصصت لجماهير الوداد البيضاوي، وهناك أيضا لربما 2,000 إلى 3,000 تذكرة مخصصة للاتحاد حسب ما علمناه من مصادر مقربة من فريق اتحاد العاصمة. لربما حصة ستكون في صالح الاتحاد، سيكون هناك حضور جماهيري لأنصار اتحاد العاصمة الذين كانوا يعني حاضرين هنا بالفندق فندق إقامة اتحاد العاصمة. نعم. يعني هناك تفاؤل كبير من طرف الجماهير الجزائرية، حتى جماهير الوداد رغم المشاكل هي متفائلة بفريقها، وستكون لربما مباراة يعني أحسن من مباراة الذهاب. هذا ما نتمناه، أن تكون مباراة في مستوى الفريقين وفي مستوى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ترغول ربما ضغط الجماهير، مشاكل إدارية ومالية، رئيس الفريق سعيد الناصري وعد ربما وعد إعلامي فقط على الإعلام ب10,000 دولار للاعب
من أجل التأهل، هل هي أمور ربما تخدم الاتحاد؟ لا هي صحيح تخدم الاتحاد، ولكن ما لازمش اللاعبين يدخلوا كأنه خلاص يعني الفريق راه بما أنه مقصف بالنسبة لكأس العرش. نظن تقدر تكون انتفاضة من عند لاعبين الوداد، لازم اتحاد العاصمة ما يدخلش. الاتحاد العاصمة يشوف المباراة الأولى كيفاش كانت، كان يعني كان تنسيق بالنسبة للوداد يعني خاصة الجانب التكتيكي، الجانب الدفاعي كان محكم. يعني هنا ما يخليش الاتحاد أنه بهذه الأشياء لو يسمع فيها أنه يغامر، يقول لك أنه الفريق ما راهوش في فورما جيدة، الفريق راهو الجانب بسيكولوجي ما راهوش مليح، أنا على الأقل نفتح اللعب ونحاول أني نزيد يعني نقضي نهائيا على الفريق هذا ونحاول أني نسجل هدف. لا نروح كأنه 90 دقيقة خلاص بصفر مقابل صفر، راهي في جانب او في صالح فريق اتحاد العاصمة، لانه حتى هو عنده حارس مرمى اللي يقدر يعتمد عليه لو يكون يلحق لضربة الجزاء. وانا بالنسبة لي هذا هو المهم بالنسبة للاتحاد، ما ينظرش او ما يشوفش بالنسبة للمشاكل للفريق. نعم حتى عمر. عليه شفنا اخر لقاء الاتحاد الجزائر في البطولة الوطنية نعم. كان هزم في بلعباس بثنائية، شفنا اخطاء كارثية، هذا يعني غير مقبول. نعم نظن حتى الوضعية تاع اتحاد الجزائر ما خاش ثلاث لقاءات في البطولة من 28 شهر الفارط، نعم. ملعب حتى مباراة رسمية، وهذه اللي يعني ربما هنا نستنى ونشوفوا التأثير تاعها سواء فهم. بالإيجاب أو بالسلب في مباراة الغد. عمر قبل أن نعود عمر سلامي للحديث عن كل هذه الجوانب، نواصل ربما في الجانب المعنوي الذي يركز عليه كذلك المدرب بول بوت، حيث كان الاتحاد وفد الاتحاد قد حل مساء أمس بمدينة دار البيضاء رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية. الوفد هو المكون من 70 فردا بينهم 22 لاعبا، قاده الرئيس ربو حداد، وضم عددا من الأنصار الأوفياء وبعض اللاعبين والمسيرين السابقين. وقد وجد أبناء سوستارا في استقبالهم بمطار محمد الخامس سفير الجزائر بالدار البيضاء أو بالمغرب ورئيس الفريق المستضيف الوداد البيضاوي، وكان الاستقبال مشابها لذلك الذي حظي به الأشقاء المغاربة بالجزائر في مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل من دون أهداف. نستمع لانطباعات اللاعبين بعد الوصول إلى الدار البيضاء. نظن احنا التحضيرات يعني اللي كانت قائمة منذ أسبوعين جرينا يعني في ظروف جيدة، مام اليوم يعني الرحلة يعني كانت مريحة من أجي هنا للكازا. اللاعبين يعني أمرهم واعيين يعني بالمسؤولية الكبيرة هذه، الإنسان لازم يركز من تمام اليوم باش نكونوا يعني على أوتور لجورجي بور سو كاليفي إن شاء الله. نا إن سيمان وحنا نبريباريو الماتش هذا كنا في سيدي موسى، دونك لا ديريكسيو درتنا لي موين باش نحضروا كيما لازم الحال. اليوم رانا هنا في مروك وجايين بحاجه واحده، هي نعودوا للجزائر بالتاهل ان شاء الله. لي جواري سون كونسيون اوني كونسيون، نقدر على بالنا واش يسنانا ان شاء الله يا ربي نكونوا في نهارنا للجور دو ماتش باش نقدموا اللي علينا ونوليو بالتاهل ان شاء الله. إن شاء الله الاتحاد وفور وصوله أقام نادي الوداد حفلا تكريميا متبوعا بمأدوبة عشاء على شرفه. المأدوبة حضرها عدد من قدماء لاعبي المنتخب المغربي والوداد البيضاوي على غرار النيبة والقادوري، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين المغربيين في التفاتة لاقت استحسان وفد الاتحاد وفي مقدمتهم الرئيس ربو حداد الذي نستمع لما قاله بعد هذا أو خلال هذا الحفل والمأدوبة. في مدينة الدار البيضاء تعطوا الفرجة الكروية لمدينة الدار البيضاء. L'arrivée, vous étiez avec nous, donc je fais tout l'arrivée, on est bien arrivé, on a fait un bon voyage, on a affrété un avion spécial, Gina très à l'aise, on est bien arrivé, au l'accueil, on a encore le Fariq, le WAC, l'Istiqbal, ils nous ont facilité la tâche pour sortir.
سي لا ريسيبروسيتي. ما حنا قمنا بهم لهي استقبلناهم احسن استقبال وخرجناهم يعني فاسيلمون ما سناوش كاع الحمد لله. طرق اذا روح رياضيه عاليه وروح اخويه صح التعبير بين الفريقين الشقيقين في هذا الدرب المغاربي. ينبغي ان نقف عند هذا الاستقبال ونثمن مثل هذه طبيعه الحال لما نشوفوا صور مثل هذه صراحه يعني الواحد يستراح يعرف انه الكل يعني كل الاشياء راهي متوفره للاتحاد، ولكن لازم نعودوا في المباراه الاولى الاستقبال اللي كان بالنسبه للوداد. انا نظن حتى سمعت تصريح تاع رئيس الفريق تكلم قاعد يتكلم اكثر يتكلم على استقبال الاتحاد اكثر من المباراه. يعني هنا ما يبين انه الشيء اللي ندار هنا في الجزائر راهو ترد في المغرب، ويعني الحمد لله انه الوفد ككل راهو يعني في ظروف حسنه. نعم عمر، الجانب المعنوي تم التركيز عليه منذ بدايه المعسكر بالنظر لغياب النقص المنافسه، تم تعويض ربما بالجانب المعنوي اكثر من اي شيء اخر. بالطبع اولا الجانب المعنوي ما راحش يعوض نقص المنافسه هذه باش نكونوا دار الاتحاد مباراتين وديه مباراتين فقط ما يشتعوض مباريات رسميه، لكن مباراتين عوض اربع مباريات في البطوله، ثلاث مباريات في البطوله باحتساب مباراه غنديه الجزائر واتحاد بسكره ثلاث مباريات. لكن نظن باللي الطاقم الفني راه يعرف العمل تاعو اللي راه يقوم به ويقدر الامور احسن مني ومن لهنا. لكن بالجانب المعنوي نظن مباريات مثل هذه دائما يكون الجانب المعنوي والنفسي، لانه ديربي مباريات ديربي هكذا ديربي مغاربي دائما الجانب المعنوي الاتحاد مراكش مقصد ربما تذكروا ب 2015 النتائج اللي عاد بها الفريق من برا، يعني تشحد اللاعبين نفسيا نظن باش يروحوا المباراه هذيك بدون مركب نقص وبأريحية. الوداد نعم. بيضاوي في ملعبه وكانك راح تلعب في ملعبك. نعم بالحديث عن الجانب المعنوي، لاعبون قاموا صبيحه اليوم بنزهه بمدينه الدار البيضاء وبرمج الطاقم الفني للاتحاد النزهة لإخراج اللاعبين من ضغط المباراة وتحضيرهم من الناحية الذهنية للمواجهات الحاسمة، حيث يراهن المدرب بول بوت على هذا الجانب لكسب الرهان. وقد جرت النزهة في أجواء حماسية ومرحة بين اللاعبين الذين بدا عليهم التفاؤل للعودة بتأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية بحول الله. إذن حالة معنوية مرتفعة يبدو عليها لاعبون طارق، هي الفرصة التاريخية ربما للاعبين لتعويض خسارة نهائي 2015 نصف نهائي 97 وكذلك 2003. هل هي يعني الفرصة للعودة بالتأشيرة ومواصلة طريق الحلم؟ لا صحيح أنها الفرصة، ولكن ما لازمش نشوفوها يعني كحاجة مصيرية باش تتأهل للنهائي، لأنه ما تقدرش تتكلم عن النهائي وأنت ما زال ما مريتش هذا النصف النهائي. لا يجب يعني على الأقل التفكير أنه يمر للنهائي، بعد ذلك لما يمروا للنهائي تصبح فيه حديث آخر. أنا نظن الجانب البسيكولوجي والمعنوي اللي راهو فيه، ولكن كما قال مصطفى المباريات اللي ما لعبهاش فريق اتحاد العاصمه بالنسبه للجولات الماضيه، نظن انا الشيء اللي متخوف منه انه الريتم تاع المباراه ما يكونش حاضر. نعم. انه كل شيء تقدر تحضره، ولكن لما ما يكونش عندك الريتم تاع خاصه النهائي، خاصه بالشحنه اللي راهو بها فريق الوداد البيضاوي بعد الاقصاء، بعد هذه المشاكل، بعد رد الاعتبار بينه وبين الجمهور ديالو، يا هل ترى راح تكون خاصه في العشرين دقيقه الاولى الفريق تاع اتحاد العاصمه يكون في المستوى؟ يعني هذاك هو الشيء اللي نقدروا نتخوفوه لو 20 دقيقه نصف ساعه الاولى، لانه حتى في المباريات بالنسبه للوداد البيضاوي في المباريات اللي من قبل الادوار اللي من قبل كان يركز اكثر على 20 دقيقه الاولى يسجل هدف، بعد ذلك يتمركز في وسط الميدان وفي الخلف.
ما يتراجعش ولكن يتمركز. نفس الشيء اللي داروا امام اتحاد العاصمه في المباراه الاولى، تمركز في وسط الميدان وزاد ضاف مدافع اخر اللي ما صعب مهمه الاتحاد العاصمه. هنا الجانب بسيكولوجي لازم المدرب يعطي كل سيناريوهات للاعبين. لو 20 دقيقه الاولى تلقينا هدف كيفاش راح تكون ردة فعلنا؟ ما لازمش تفاعل مع النتيجه. نعم طبيعه الحال. لهذا انا قلت لك هنا في المباريات مثل هادو دور المدرب عنده دور كبير. نعم عمر الرياضي المغربي بطل نسخة 2002 الوداد البيضاء أو 92 أقول في التسمية القديمة الأندية البطلة، وحامل كأس الكؤوس كذلك سنة 92 أو 2002. بعد 15 سنة الوداد يريد أن يعود إلى الصعيد القاري ويريد أن يتجاوز ربما ويتصالح مع أنصاره من خلال الاتحاد. يعني المهمة لن تكون سهلة مطلقا لأشبال بالبوت غدا. بالطبع نظن الوداد البيضاوي راح عنده راح يلعب في الملعب تاعو دار صفر مقابل صفر ويشوف مع الجماهير تاعو والارضيه تاع الميدان واللاعبين اللي عنده نظن بلي يشوف روحه بلي قادر وعنده كل الامكانيات كذلك باش يتجاوز اتحاد الجزائر. هذا ما يصعب مهمه اتحاد الجزائر، لكن نعاود نقولوا حتى كما قال طارق على الطاقم الفني ولا مدرب اتحاد الجزائر، ربما المره الاولى مباراه الذهاب في ملعب 5 جويليا نقولوا كانت قراءه عبر الفيديوهات الى غير ذلك مع فرق اخرى، لكن ذوك الوداد البيضاوي احتكينا به في ملعب 5 جويليا، شفنا كيف يلعب، شفنا واش غلق الاتحاد الجزائر، شفنا الخطه، شفنا اللاعبين اللي عنده يشكلوا خطوره في الهجوم، شفنا كل شيء. نظن بلي لازم تكون القراءه والقراءه الجيده للفريق الوداد البيضاوي حتى يمكن انك توقف له في مباراه مثل هذه في نصف نهائي على ارضيه ميدان. نعم طارق قبل ان اعود اليك الحديث عن ربما في نفس السياق الذي تحدث فيه عمر، المواجهه السابقه بين الفريقين مالت كفتها لابناء سوستارا بثلاث انتصارات من اصل 7 مقابل فوز واحد لابناء البيضاء، فيما حسم التعادل 3 مواجهات فقط. إذن شاهدنا المواجهات السابقة بين الفريقين، 7 مواجهات بين الاتحاد والوداد، 3 انتصارات للاتحاد، 1 فقط للوداد البيضاء وبالدار البيضاء، و3 تعادلات، رغم أن الوداد أقصى الاتحاد في مناسبتين. ربع نهائي كأس الكاف سنة 99 بالتسجيل خارج الأفضلية التسجيل خارج ديار رغم التعادل، وفي نصف نهائي كأس الكؤوس سابقا سنة 2002 كذلك في مواجهة نصف نهائية. هل يمكن القياس على ذلك مباراة الغد أم أن مباراة الغد ستكون لها سياق آخر؟ لا ما نظنش، لأنه يعني جيل آخر، يعني لو كان نفس الجيل اللي لعب في 2002 و99 نقول لك يمكن أنها يكون عندها تأثير وتكون عندها يعني اللاعب يقعد يخمم أنه تقصى مع الفريق هذا يا هل تارك كيفاش راح تكون ردة الفعل، ولكن لما يكون جيل آخر أنا نظن ما يديرش هاد الحسابات أو الإحصائيات هذه يعني في بين عينيه. أرضية الميدان خلاص كل شيء يعني كان فيه مباراة أولى حتى اللاعبين في حد ذاتهم الاحتكاك اللي كان مع الوداد البيضاوي في المباراة الأولى عطاله النظرة، يعني كل لاعب الآن يعرف اللاعب الآخر، حتى الوداد يعرف الإمكانيات تاع لاعبي الاتحاد والاتحاد نفس الشيء. الآن قعدت قراءة اللعب داخل أرضية الميدان وتطبيقها من عند اللاعبين نفس الشيء في أرضية الميدان. نعاود نرجع لك السيناريوهات اللي يقدر يمدهم المدرب، الفريق يقدر يتلقى أهداف في الدقائق الأولى، فريق يقدر يتقسى له لاعب ويصبح يلعب بعشرة كيفاش راح تكون ردة فعل تاعه، فريق يسجل كيف ويصبح هو فائز ومتأهل كيفاش لازم يكون كيف يتعامل يعني كل هاد السيناريوهات لازم المدرب يحطها بين عين اللاعبين. نعم. وفيه أشياء أخرى اللي تقدر أنه اللاعب يتصاب لك راك بعشر اللاعبين كيفاش راح تكون. نعم طارق ربما كما تحدث عمر سلامي سابقا عن نقص المنافسة عن توقف المنافسة عدد المنافسة
بالنسبة للاتحاد ثلاث مباريات مؤجلة بالنسبة للاتحاد كما ذكرت، هل هي ربما شيء إيجابي أم سلبي؟ إذا الطاقم الفني للاتحاد يقول بأنه لتفادي الإصابات، لتفادي أي إصابات غير محتملة، سلاح ذو حدين ربما. عمر، شوفوا المباريات اللي أجل الاتحاد، شفنا مع اتحاد الحراش ديربي، مولودية الجزائر ديربي، واتحاد بسكرة يكون يومين ولا يوم قبل التنقل لوديسات، هما راحوا لوديسن. نظن باللي من التفكير الأول خاصة مباراة اتحاد بسكرة والديربي تاع مولودية الجزائر تأثير من الجانب المعنوي وحتى من جانب الإصابات. دوك هذا كما قلت علي خيار تاع الطاقم الفني، هو اللي اضرب المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه واضرب الامور اللي راهو يسير فيها. ولكن صحيح الطاقم الفني يقدر، لكن حتى لانه الخيار الاول والاخير ما هو شغل الطاقم الفني. فيه مشاوره، فيه كلام مع اللاعبين، مع الاداره، مع الرابطه. يعني نظن صراحه تقعد يعني 18 يوم بدون منافسه، حتى البعض قال لك انه فريق جرى مباريات وديه مع، ولكن مع الفريق الرديف اولا. نظن ان حتى المدرب تاع الرديف يطلب من اللاعبين تاعو انهم يكونوهم ما يكونوش 100% باش ما يكونوش الاصابات. فريق لعبوا مع فريق حيدر على ما اظن نفس الشيء، كان يعني على ما اظن كان فيه كلام انه على الاقل ما الفريق اتحاد العاصمه ما يكونش عنده اصابات. يعني كل هذه الاشياء تخلي انه اللاعبين اتحاد، ولا متاكد منه انه الريتم راح يكون ناقص، ردة الفعل البسيكولوجية كيفاش راح تكون بالنسبة للاعبين. وانا واش قلت لي مقبل طارق، له غدوة نكتشف اذا كان ايجابي ولا تأثير سلبي. هذه المباراة هي اللي راح تبين، ربما نشوفوا الاتحاد في احسن فورما ينافس الاخر ونقولوا القرار صائب. نعم، الاتحاد الان امام الامر الواقع. نعم، الاتحاد امام الامر الواقع. نحن كل تمنيتنا بالتوفيق للاتحاد، وان نشاهد كذلك مباراة في مستوى الفريقين وفي مستوى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا. إذن سنعود للحديث عن الاتحاد بحول الله عقب التأهل وعقب الفوز في برنامج فلاش فوت غدا السبت في نفس التوقيت. أذكر بأن الاتحاد يلعب في تمام الساعة 8 عمر. إذن نمر إلى الرابطة المحترفة الأولى، حيث فك اتحاد الحراش عقدة الانتصارات بفوزه لأول مرة في الموسم عندما استضاف اتحاد البليدة بميداني 20 أوت. نشاهد الصور مع عياش، حيث أن المباراة بين الجريحين متذيلية الترتيب صنعت فيها الأخطاء الدفاعية الفارقة من جانب اتحاد البليدة، حيث أهدى الحارس واضح كرة الهدف الأول لحاج بوغاش الذي افتتح النتيجة عند الدقيقة 21. بعدها بقليل أضاف بنوح الهدف الثاني للحراشيين مستغلا خللا دفاعيا آخر عند الدقيقة 30، وبذلك يحقق أشبال المدرب حمادي دو أول فوز، وتتعقد وضعية اتحاد البليدة في المقابل في ذيل الترتيب. اليوم اللي عمل الفريق هي لونفي، هي لا موتيفاسيون، هي لا بونيتا ديسبري بتاع الملاعبيه، الجرينتا بتاع الملاعبيه، لا سوليداريتي، خاطر اليوم قلت لهم الملاعبيه لازم تكونوا سوليدير، الجمهور دازهم للاخر، الحمد لله الفيكتوار هذيا. النتيجه تاع اليوم يعني نظن باللي تخلي اللاعبين يزيدوا يمدوا واش عندهم، يعني نظن باللي اللاعبين راهم في ازمه، يعني سو بريسيون، رانا في ازمه تاع نتائج، خموا حنايا ان شاء الله هذا الفيكتوار تاع اليوم خلينا في المستقبل ان شاء الله نتفائلوا خير. يعني الغلطات ما نشوفوهاش في الشوط الثاني، لماذا؟ يعني لان اللاعبين دخلوا باش يديروا نتيجه ايجابيه، لا غالب الغلطات هذو نحاولوا باش نتفاداهم كما يقولوا في المستقبل ان شاء الله. صافي من البريمير ماتش حنا توشي مور المواد، ما يخفى لك شي، كيف طلعت فيها درنا لاكسيسيون من المواد افريل، كي مازال ما خرجت ما خلصت الجوال، مازال ما خلصوا في ريكريتمون، ما درناش ريكريتمون ملاح، بريباراسيون ما درناهاش كاع، شي ما درناش ما دخلناش من باسطاج. إذن اتحاد الحراش يفك العقدة ويحقق أول فوز، وفي المقابل اتحاد البليدة تتعقد وضعيته في ذيل الترتيب بالمباراة الثانية للتونسي حمادي الدو. في الأولى كان على وشك الفوز وانهزم في اللحظات الأخيرة، اليوم حقق أول 3 نقاط وابتعد عن المركز الأخير للمرة الأولى. لا يعني هل هي صراحة الحمد لله، انا بالنسبه لي نقول الحمد لله انه اتحاد الحراش قدر انه يفوز، يتجاوز هذه المحنه اللي راه فيها صراحه، انه ما يستقبلش على ارضيه ميدانه، رانا في الجوله 7 مازال ما عارفش يعني حتى اللاعبين لعب 7 مباريات، نحن في الجوله 8 اتحاد الحراش لعب 7 مباريات من لحد الان مازال ما استقبلش في اول نوفمبر. لا
لما ما تلعبش في أرضية ميدانك تذهب المعالم. نعم. ماشي غير المعالم، حتى الفريق الخصم يجي كأنه راح يلعب مع فريق ما عندوش هوية، يقدر محايد. نعم. من الجانب السيكولوجي يقدر يفوز عليه. يعني كل هذه الأشياء الآن شفنا أنه الغلطات، نعود ونرجع يعني الغلطات الفردية بالنسبة اتحاد بوليدا أعطت يعني نفس آخر بالنسبة لاتحاد الحراش اللي في المباراة اللي من قبل أمام شبيبة القبائل ضيع ضربة جزاء، يعني ولا هذا يعني تقدر تصرى لأي لاعب أنه يضيع ضربة جزاء، ولكن الآن الأخطاء استثمر في الأخطاء بدائية للاعبين أصحاب خبرة واضح وكذا. لا نشوف يعني لو اسمح لي جعفر أنه في الجولة الماضية وفاق سطيف الخطأ اللي ارتكبه الحارس أنه كان المفروض أنه ما يروجش الكرة. نعم. كما جات الكره يرجعها. نعم. في الخطا تاع اتحاد بوليدا كان المفروض انه الحارس المرمى بانه نعم. ان ارضيه الميدان معشوشه طبيعيا والاصطناعيه ماشي نفس الشيء. الاصطناعيه تخليك لازم تراود الكره وترميها يعني باش تتاكد انه الكره تبعد يعني تاخذ مسافتها بعيد. نعم طارق، اول فوز 5 هزائم وتعادل 1 في المقابل. مصطفى سبع الذي كان ضيف البرنامج في العدد السابق، الهزيمة الثالثة أو الثانية الأولى أقول بالنسبة له أو الثانية بعد هزيمة تجنات، مقابل 6 هزائم يعني تعادلان و6 هزائم يعني فعلا لم يجد المعالم بعد فريق اتحاد البوليدا رغم تغيير المدرب الثالث على التوالي. بالطبع هو كذلك اليوم طاح ملعب ضد فريق اللي هو كما هو نفس الوضعية، محتاج نفس النقاط واستفاد من عمل الأرض، وكانت الأخطاء هذه خدمة اتحاد الحراش. نظن اتحاد البوليدا منه صعيد المهمة تاعو صعبة وصعبة جدا. لماذا؟ المباراة القادمة راح يستقبل مولودية الجزائر، فريق مولودية الجزائر اللي فاز مرة واحدة منذ بداية الموسم، وعنده غدا ان شاء الله كلاسيكو مع شباب القبائل، وكان ما يحققش النتيجه هذيك راح يروح للبوليده باش يدخل في مباراه. نظن بلي الامور معقده جدا بالنسبه لاتحاد بوليده مع بدايه هذا الموسم. نعم، هذه عن مباراه اليوم، مباراه افتتاح الجوله هذا، وتخطف مباراه الرائد شباب قسنطينه بشباب بلوزداد المتصدر السابق اضواء الجوله التي يميزها، كذلك كلاسيكو مولوديه الجزائر وشبيبه القبائل. قطار والرابطة المحترفة الأولى موبيليس يصل لمحطته الثامنة، محطة يجد فيها المتصدر شباب قسنطينة نفسه في تنقل صعب إلى العاصمة عندما يواجه شباب بلوزداد المثقل بمشاكله المالية مخلفتها كانت التنازل عن مركز الريادة، فيما يعود كلاسيكو الكرة الجزائرية بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في ظروف متباينة. ملعب 20 أوت إذن سيكون قبلة أصحاب المقدمة، فالشباب الذي تربع على الصدارة لجولات عدة أصبح غير قادر على الحفاظ عليها رغم وصوله إلى الجولة الثامنة بسجل خال من الهزائم، سجل سيكون على المحك عند استقبال الضيف الثقيل شباب قسنطينة المتسلق لسلم جدول الترتيب بهدوء بفضل استغلاله الأمثل للتعثرات المتتالية لأبناء العقيبة ووفاق الصيف من جهة، ولحصده نتائج إيجابية بعد أول وآخر هزيمة له على يد دفاع تجنانت والتي تعود للثامن سبتمبر الماضي، أعقبها بسلسلة من 4 انتصارات وتعادل وحيد. بجهته كلاسيكو العميد والشبيبة على ملعب بلوغين سيخطف هو الآخر الأنظار قياسا على وضعية الفريقين في الترتيب، المولودية 12 بنقاطها 6 تطمح لتجاوز كبواتها المتتالية منذ توديع المنافسة القارية كأس الكاف على حساب الكناري 8 ب11 نقطة. وفي باقي مباريات الجولة 8 من عمر المحترف الأول ترحل شبيبة الصورة 3 لملاقاة أولمبي المدية، فيما تنتظر مولودية وهران 4 مهمة عسيرة في بسكرة أمام الاتحاد المحلي. اتحاد بلعباس بدوره يستقبل الصاعد الجديد نادي بارادو في صراع وسط الترتيب، أما دفاع تجنانت فيستقبل نصر حسين داي والفارق بينهما 1 نقطة.
إذا مباراة بست نقاط بين شباب بلوزداد الوصيف وشباب قسنطينة المتصدر، مباراة بست نقاط طارق لتعزيز الصدارة أو للعودة إلى الشراكة السابقة بين الفريقين. صحيح الفورمة اللي تواجد فيها شباب قسنطينة نظن أنه راح تعطينا وجه ونفس المعطيات بالنسبة للمباراة اللي جرت بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف. يعني هنا ما تبين أنه شباب بلوزداد راه في يعني أو يتلاقى مع غير مع الفريق اللي الوحيد الذي لم ينهزم لحد الآن. لحد الآن ولكن نعاودوا نرجعوا للوضعية اللي تواجد فيها الفريق شباب بلوزداد صراحة بكل المشاكل هذه راهو مازالوا لحد الآن ينافس ويقعد المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية. لازم نشيدوا بالمجهود لو يقوموا به اللاعبين والطاقم الفني، هذا لازم نأكدوا عليه. ولكن يا هل ترى بعد ما تكون إخفاق كيفاش راح تكون ردة الفعل؟ نعم. لأنه صحيح لما تكون النتائج يقدر اللاعب يتغاضى على هذه المشاكل خاصة فعلا. المالية، ولكن لما ما تكونش النتيجة خاصة على أرضية ميدانك كيفاش راح تتجاوزها؟ صعيب الجماهير. نعم. لا الجمهور الآن أنا ما نظنش أنه الجمهور لو تكون يعني نتيجة سلبية راح كما نقولوا احنا يزعف على اللاعبين، لأنه في الظروف مثل هذه صراحة لازم نوقفوا مع اللاعبين سواء كانت نتيجة إيجابية أو سلبية توقف مع اللاعبين. نعم عمر بالنسبة لهذه المباراة وكذلك كلاسيكو المولودية مع الشبيبة كيف تتوقع يعني المقابلتين؟ أول مباراة شباب قسنطينة شباب بلوزداد، نظن بلي شباب قسنطينة تعادل يكفيه في مباراة مثل أقل من دقيقتين عمر باش يحافظ على الريادة، وشباب بلوزداد مطالب بالفوز للالتحاق بشباب قسنطينة. ما نساوش مباراة أخرى اللي راح تكون في المدية بين شبيبة الثورة اللي عنده 14 نقطة فارق نقطتين فقط على شباب قسنطينة، لو يفوز ويتعثر شباب قسنطينة راح يكون هو في المركز الأول. نعم في عجلة عمر لكي نشاهد أو نتحدث عن الرابطة الثانية باختصار شديد، حيث استعاد جمعية عين مليلة صدارة الترتيب بفوزه على شباب باتنا مقابل تعثر شريكيه مولودية بجاية ووداد تلمسان أو بتلمسان أقول، وهزيمة شبيبة تسكيكدا ببجاية أمام الشبيبة. نشاهد صور فريق جمعية عين مليلة الذي استعاد كما قلت الصدارة بفوزه على ضيف شباب باتنا بهدفين نظيفين في مباراة تميزت بطابع خيري تضامني مثل ما صارت عليه العادة في بطولتي الرابطتين. لم تمض سوى ربع ساعة من زمن المباراة حتى تمكن إبراهيم ديب من إمضاء الهدف الأول بمتابعة جميلة للكرة، ومع بداية المرحلة الثانية أضاف شريف ذبيح الهدف الثاني وبالضبط في الدقيقة 53 وهو ما منح 3 نقاط ثمينة لعين مليلة أعادتها لمركز الريادة. وفي مباراة أخرى نشاهد صورها حقق وداد تلمسان الأهم بفوزه على الرائد الثاني مولودية بجاية، أبناء الزيانيين المدعومون بالألاف من أنصارهم على مدرجات ملعبهم ضيعوا العديد من الفرص السانحة طيلة أطوار اللقاء قبل أن يأتي هدف المباراة الوحيد الذي حمل بصمة المهاجم محمد حبشي زكريا عند الدقيقة 86. الهدف حافظ على نسق الفوز الذي اكتسبه الوداد في اللقاءات الثلاثة الأخيرة بعد بدايته المتعثرة في بطولة هذا الموسم. إذن باختصار شديد طارق يعني جمعية عين مليلة تعود بالنسبة لتحد الوداد وتلمسان على أرضية ميدان. فعلا على أرضية ميدان، وفي المقابل جمعية عين مليلة تعود للتنافس على صراحة يعني الوجه مغاير، فريق صعد راوي سيطر راوي يفوز على الفريق اللي رانا احنا نقولوا انها مثلا شباب باتنا انه راح يكون من فريق اللي على الاقل يرجع للقسم الاول، ولكن ما عطاش فرصه لاي فريق راهو لحد الان يسيطر سيطره كليه. ونشوفوا انه نقطه قوه الفريق او يعتمد عليها هي الكره الثابته، وهذا تحسب اللاعبين وتحسب على الطاقم الفني اللي راهو يقرا بقراءته بالنسبه لفرق الخصم. نعم الخصم. عمر انتهى وقت البرنامج كما يشير لي زميل المخرج عياش. مولودية بجاية تنهزم للمرة الأولى، شلف يصعد للمركز الثالث ويبقى الوحيد دون هزيمة. نعم جمعية شلف هو اللي فاز اليوم على راية القبة بملعب الرغاية، نظن في ظل هزيمة مولودية بجاية وشبيب سكيكدا أمام شبيب عين مليلة راح في أحسن رواق، لكن المباراة المقبلة راح تكون مباراة القمة بين شبيب سكيكدا وجمعية عين مليلة اللي راح تكون مباراة قمة إذا مرتقبة، ومع تعقد وضعية رائد القبة الذي سنعود للحديث عنه ربما في البرامج في الأعداد القادمة. بهذا ينتهي وقت البرنامج، شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم غدا بحول الله
الاتحاد يواجه الوداد البيضاوي والمغربي بداية من الساعة 8:00. نلتقي إن شاء الله على وقع الفوز والتأهل. شكرا لكم والسلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا، هذه أخبار الرياضة من الجزائر نيوز، أهلا بكم. بداية يختتم سهرة اليوم فريق اتحاد الجزائر تدريباته على ملعب محمد الخامس بالمغرب تحسبا لمواجهة مضيفه الوداد البيضاوي غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال أفريقيا. وكان وفد اتحاد الجزائر قد حل أمس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان في استقباله سفير وجزائري بالمغرب وكذا رئيس الوداد البيضاوي. وقدم النادي المغربي كل التسهيلات للاتحاد ردا على الاستقبال المميز الذي خصت به إدارة الاتحاد وفد الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر وانتهت بالتعادل السلبي. يذكر أن وفد اتحاد الجزائر ضم 70 فردا بينهم 22 لاعبا وعدد من المناصرين وضيوف الشرف. نظن حنا التحضيرات يعني اللي كانت قائمة منذ أسبوعين جرينا يعني في ظروف جيدة. من اليوم يعني الرحلة يعني كانت مريحة من ألجي هنا للكازا. اللاعبين يعني راهم واعيين يعني بالمسؤولية الكبيرة هذه. الانسان لازم يركز من تمام اليوم باش نكونوا يعني على اوتور لو جورجي بور سو كاليفي ان شاء الله. نا ان سيمان وحنا بريباريو الماتش هذاك كنا في سيدي موسى، دونك لا ديريكسيون درتنا لي موان باش نحضروا كيما لازم الحال. اليوم رانا هنا في مروك وجايين بحاجه واحده هي نعودوا للجزائر بالتاهل ان شاء الله. لي جواري سون كونسيون اوني كونسيون نقدر على بالنا واش يسنانا ان شاء الله يا ربي نكونوا في نهارنا الجور دو ماتش باش نقدموا اللي علينا ونوليو بتاهل ان شاء الله. هذا وحظي وفد الاتحاد باستقبال مميز لدى وصوله الى المغرب، حيث اقامت اداره فريق الوداد البيضاوي مأدبه عشاء على شرف اعضاء الوفد. مأدبة العشاء حضرها عدد من لاعبي المنتخب المغربي سابقا يتقدمهم اللاعب نور الدين النيبت، إضافة إلى عدد من الفنانين المغربيين في التفاتة لاقت استحسان إدارة الاتحاد وفي مقدمتهم رئيس النادي ربو حداد. Vous étiez avec nous, donc je tout l'arrivée. On est bien arrivé, on a fait un bon voyage. On a affrété un avion spécial. Gina très à l'aise. On est bien arrivé. Au flacueil, on est encore Farik, le WAC, à l'Istiqbal. Ils nous ont facilité la tâche pour sortir. سي لا ريسيبروسيتي، مام حنا قمنا بهم لهي استقبلناهم احسن استقبال وخرجناهم يعني فاسيلمون ما سناوش كاع الحمد لله. كما قام صبيحة اليوم لاعبو اتحاد الجزائر بنزهة بمدينة الدار البيضاء المغربية. برمج الطاقم الفني لاتحاد الجزائر النزهة لإخراج اللاعبين من ضغط المباراة وتحضيرهم من الناحية الذهنية للمواجهة الحاسمة التي يراهن فيها المدرب بول بوت على الجانب النفسي لكسب الرهان. قد جرت النزهة في أجواء حماسية بين اللاعبين الذين بدا عليهم التفاؤل للعودة بتأشيرة التأهل.
هذا وقال اللاعب السابق لاتحاد الجزائر حاج عدلان إن حظوظ اتحاد الجزائر وافرة للعودة بتأشيرة التأهل إلى الدور النهائي، معترفا في الوقت ذاته بقوة المنافس المغربي. الوداد البيضاوي سي تان لابيتي في لا تشامبيونز ليغ ولا كوب دلاكاف، وهاد لي كلوب تالمون كيوالفو يلعبوا هاد المنافسة يجو باش يديوهم يبارتيسيب بور بروند لي تروفي. حتى لو سما اليكستيريور جو بونس كو يبراتيك ميو الديسبوزيتيف اللي خيرو لونترينور كو في لا ميزون. لي شونس عندهم يفو ديري لا سيزير، وشنو هو ما لازمش يغامرو باسكو لادفيرسير عنده لا لي ستات يقولوا باللي عنده لا لين داتاك تاعو اللي تري دونجوروز. يفو ديري كو لي جون تاعنا يسوا انتيليجون ما يغامروش، يلعبوا مع الوقت، يروحوا لو بلو لوان بوسيبل. بوركوا با لو كان ميم يخلص الماتش 0-0 تو راه اون اوتر شونس دي تاعب لي بينالتي، مي لا شونس اليكزيس جيسبر كي فون لا سيزير. من منافسة رابطة أبطال إفريقيا إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث حقق اتحاد الحراج فوزا ثمينا بهدفين دون رد على حساب ضيفه اتحاد البوليدة في مباراة افتتاح الجولة الثامنة التي لعبت قبل قليل، وهو الفوز للاتحاد الأول لاتحاد الحراج هذا الموسم. هذا وتتصدر قمة شباب الوزداد وضيفه شباب قسنطينة ولقاء الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل مباريات الجولة الثامنة التي تستكمل غدا السبت. التفاصيل مع أمين بن مهني. قطار والرابطة المحترفة الأولى موبيليس يصل لمحطته الثامنة، محطة يجد فيها المتصدر شباب قسنطينة نفسه في تنقل صعب إلى العاصمة، عندما يواجه شباب الوزداد المثقل بمشاكله المالية مخلفاتها كانت التنازل عن مركز الريادة، فيما يعود كلاسيكو الكرة الجزائرية بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في ظروف متباينة. ملعب 20 أوت إذن سيكون قبلة أصحاب المقدمة، فالشباب الذي تربع على الصدارة لجولات عدة أصبح غير قادر على الحفاظ عليها رغم وصوله إلى الجولة الثامنة بسجل خال من الهزائم، سجل سيكون على المحك عند استقبال الضيف الثقيل شباب قسنطينة المتسلق لسلم جدول الترتيب بهدوء بفضل استغلاله الأمثل للتعثرات المتتالية لأبناء العقيبة ووفاق الصيف من جهة، ولحصده نتائج إيجابية بعد أول وآخر هزيمة له على يد دفاع تجنانت والتي تعود للثامن سبتمبر الماضي، أعقبها بسلسلة من 4 انتصارات وتعادل وحيد. بجهته كلاسيكو العميد والشبيبة على ملعب بلوغين سيخطف هو الآخر الأنظار قياسا على وضعية الفريقين في الترتيب. المولودية 12 بنقاطها 6 تطمح لتجاوز كبواتها المتتالية منذ توديع المنافسة القارية كأس الكاف على حساب الكناري 18 نقطة. وفي باقي مباريات الجولة 8 من عمر المحترف الأول ترحل شبيبة الصورة 3 لملاقاة أولمبي المدية، فيما تنتظر مولودية وهران 4 مهمة عسيرة في بسكرة أمام الاتحاد المحلي. اتحاد بلعباس بدوره يستقبل الصاعد الجديد نادي بارادو في صراع وسط الترتيب، أما دفاع تجنانت فيستقبل نصر حسين داي والفارق بينهما 1 نقطة. على ملعب عمر حمادي ببلوغين إذن يستقبل فريق مولودية الجزائر الضيف شبيبة القبائل في كلاسيكو واعد يسعى خلاله العميد لوضع حد لنتائجه السلبية والعودة إلى سكة الانتصار، فيما تتنقل الشبيبة بهدف التأكيد بعد فوزها في الجولة السابقة على اتحاد الحراج. نتابع المزيد من التفاصيل في تقرير وليد مرزوكي. في ملعب عمر حمادي ببلوغين ستشد أنظار عشاق الكرة الجزائرية إلى الكلاسيكو المرتقب بين شبيبة القبائل ومضيفه مولودية الجزائر، مواجهة تتقارب فيها الأهداف بحسب وضعية الفريقين في البطولة الوطنية. عميد الأندية الجزائرية تدارك وضعيته الصعبة بعودته بنقطة 8 من ملعب أحمد زبانة أمام مولودية وهران، نقطة أعادت الثقة لكتيبة كازوني الذي خرج من عنق الزجاجة، بما أن أي تعثر للمولودية كان سيقله من منصبه. عودة المولودية إلى السكة الصحيحة حفز أشبال كازوني الذي اتضحت له معالم التشكيلة القادرة على المواصلة في نهج النتائج الإيجابية،
وموعد الكلاسيكو سيكون أفضل اختبار لكتيبة العميد المطالبة بالانتفاضة بمجموعة عاد إليها المهاجم ديرارجا وقد يغيب عنها المدافع عزي بدع الإصابة. Écoutez, on vient de finir maintenant. La priorité, c'est la récupération. Après, on aura le temps de penser demain, après-demain, au prochain match. Voilà. Ouais, c'est un classico. Mais tant mieux. Comme ça nous permettra d'être. De toute façon, nous devons être toujours à 100%. Quand les équipes jouent contre le Moudia, c'est du 100%. Nous, on se doit toujours d'être à 100%. Donc, on va jouer la JSK. C'est un classico. Il faudra être au top. كتيبة الشبيبة فكت عقدة ملعب تيزي وزو وحققت الأهم بفوزها على اتحاد الحراش بثنائية لواحد ليكون الحافز أكبر أمام مولودية الجزائر، خاصة وأن الشبيبة لطالما برهنت عن إمكانياتها في المباريات الكبيرة بمدرب يعرف جيدا كلاسيكو الكرة الجزائرية. contre le Mouloudia. Bah écoutez, on va déjà récupérer de ce match hein, demain matin et puis on va se pencher demain après-midi sérieusement sur notre adversaire. Et puis on va continuer à travailler tactiquement parce que je pense qu'en ce moment c'est ce dont on a besoin. En tant que joueur de la JSK, je suis très heureux de ce match avec Mouloudia. Mouloudia est une très belle équipe, un bon groupe. Inch'Allah, on va réaliser un bon résultat chez le Mouloudia, Inch'Allah. وضعية الفريقين في البطولة الوطنية توحي إلى مواجهة بطابع ندية، ولطالما كان التاريخ شاهدا على إثارة مباراية العميد والشبيبة. وبعد الفوز المثير الذي حققه على ضيفه بفقسطي في الجولة الماضية، يبحث المتصدر شباب قسنطينة عن الحفاظ على مركزه في الصدارة ومواصلة تسجيل النتائج الإيجابية. الشباب سيكون في مهمة صعبة في الجولة الثامنة عند تنقله إلى العاصمة لمواجهة مضيفه فريق شباب بلوزداد. المزيد من التفاصيل مع سفيان بالكبير. كل شيء متاح في بيت السنافر بعد التربع على عرش البطولة في ظرف 7 جولات، حيث يحلم الجمهور القسنطيني بإعادة تكرار سيناريو بطولة التسعينيات، فبحصيلة جد إيجابية ب4 انتصارات بملعب حملاوي، الشباب ولحد الآن يسير بخطى ثابتة للابتعاد في الصدارة. انا والله ما يهمني الكلاسمون اكتيلمون، والله ما يهمني الكلاسمون. انا جو بونس كو كي تكمل لا فاز عليه واحد يدير البيلان تاعك، باسكو الصعب انك تداوم في نفس هذا المردود، وصعب انك تروح المقابله تاع شباب الكور وتتعاود نفس المردود، هذا هو الصعب. ولهذا يلزمنا من الغدوه ننساو هذه المقابله في تدريبات غدوه ونخمو في المقابله الجايه وتنتهي المرحله العوده، نظن باللي تما نديروا الحوصله تاعنا. السنافر خطفوا فوزا دراماتيكيا في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة أمام وفاء قسطيف، وانتظرهم اختبار آخر هذا السبت أمام شباب بلوزداد، أحد المرشحين للتنافس على الأدوار الأولى في مباراة لا تقبل القسمة على 2. ما احنا راح نبريباريو الماتش هذايا كما المقابلات الاخرين، راح نبريباريو وندرسوا طريقه اللعب تاع السي ار بي. راه ما يخفالكش ثاني فريق السي ار بي مازال ما خسرش لحد الان، راح ندرسوا الطريقه مع المدرب وان شاء الله يا ربي نديروا ان بون ريزولتا ان شاء الله ونرجعوا فرحانين. إدارة شباب قسنطينة وعلى رأسها طارق عرامة تمكنت من استرجاع القليل من الاستقرار بعد سنوات شهدت صراعات داخل بيت النادي، ولم يفلح لابو الحبيب ولا بن طوبال في المضي قدما بالنادي، ولا حتى المدرب الفرنسي روجي لومار في تحقيق انطلاقة قوية مثل هذا الموسم، حيث يحوز السنافر على 16 نقطة وعلى بعد 3 نقاط من منافسهم في الجولة القادمة شباب الوزداد. بربي ان شاء الله راح نلعبوا على كيما يقول لك مقابله، وعدت الانصار كريمه قلت لهم الفريق راني نسير فيه بشفافيه وكل صغيره وكبيره ما نخبيهاش على الجمهور تاعي، واليوم نضن القوه اللي عطاتنا صح دعم بفزنا سي بيان الجمهور تاعنا. واخيرا شباب قسنطينه سيكون امام منعرج هام في خرجته الى ملعب 20 اوت في مباراه ستحدد بنسبه كبيره اهداف النادي هذا الموسم، فهل سيستثمر بزاز ورفاقه في مشاكل أبناء بلكور؟ من بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى بطولة الرابطة الثانية، حقق فريق جمعية عين ليلة فوزا مهما بهدفين دون رد على حساب ضيفه شباب باتنا لحساب الجولة 7 التي لعبت مبارياتها اليوم. وفي أبرز مباريات الجولة 7 أيضا تعرض رائد القبة لخسارة قاسية على ميدانه بهدفين دون مقابل أمام جمعية أولمبيا شلف،
حسم التعادل السلبي لقاء الشباب عين فكرون مولودية سعيدة، بينما فاز سريع غليزان بهدف دون رد على جمعية وهران، وتغلب وداد تلمسان على مولودية بجاية بهدف دون مقابل. وبذات النتيجة تغلب أهلي برج بوريريج على أمل بوسعادة، بينما انتزع شبيبة بجاية فوزا مهما بهدفين مقابل هدف واحد أمام شبيبة سكيكدا. شارك وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في مراسيم انطلاق الطبعة الخامسة من السباق النسوي لمكافحة سرطان الثدي. وعلى هامش التظاهرة الرياضية أعرب الوزير ولد علي عن أمانيه في عودة ممثل الكرة الجزائرية في منافسة دوري أبطال أفريقيا بالفوز من المغرب وتحقيق التأهل إلى نهائي المسابقة. وتمنيات إن شاء الله الفوز يكون حليف فريق اتحاد العاصمة، لأنه هو سفير كرة القدم الجزائرية، وإن شاء الله تكون مبادرة مباراة شيقة ممتعة، وتكون إن شاء الله لصالح فريق الاتحاد العاصمة وفريق الجزائر وكل شعب الجزائر. هو غدوة إن شاء الله يكون متضامن ويدعم هذا الفريق، هذا هو يعني تمنية إن شاء الله المباراة النهائية تكون إن شاء الله في الجزائر. من جهة أخرى، كشف الوزير ولد علي أنه تابع باهتمام كبير الندوة الصحفية للطاقم الفني الجديد للخضر، مبديا ثقته في المدرب رابح ماجر وقدرته على إعادة المنتخب إلى الواجهة. J'ai suivi donc l'essentiel de la conférence de presse du nouvel entraîneur de l'équipe nationale algérienne de foot, Rabah Madjal. Il joue avec ses deux adjoints, Mazian Iril et Jamal Mennad. Mais je pense qu'il nous avons remarqué en eux donc cette conviction et cet engagement de rebâtir et de reconstruire une équipe nationale forte, une équipe nationale qui va rendre la joie et le bonheur au peuple algérien, à la jeunesse algérienne. Mais en tout état de cause, et naturellement, donc, ils ont le soutien de l'État à travers donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis je pense que la Fédération algérienne de football a fait un bon choix en la personne, en l'icône du football algérien, donc Rabah Madjal. في ذات السياق، استغرب الوزير ولد علي الانتقادات التي طالت المدرب رابح ماجر فور تعيينه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مؤكدا أن ماجر لم يكن بعيدا عن الميادين والحركة الرياضية على حد قوله. فجأت يعني بهذه الحملة يعني ضد لاعب رابح ماجر، ضد واحد يعني شرف كرة القدم الجزائرية، إنسان يعني محترم، ولازم يعني كجزائري نحترم هذا اللاعب القدير اللي فرح الشعب الجزائري، فرح الشباب الجزائري. يعني هذه لازم تكون وقفة تضامنية مع 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 هذا المدرب، باش يعني نشجعوه. في لونتون كي نا با اونتريني، يعني عنده بزاف ما دربش يعني فريق، لكن ما كانش يعني بعيد على الملاعب، وما كانش بعيد على الحركة الرياضية الوطنية، وأخص بالذكر كرة القدم فيما يخص رابح ماجر، كان دائما قريب. لازم نعملوا باش نغرسوا ثقافة الأمل في قلوب الجزائريين، ونبعدوا يعني الشتم، نبعدوا عن اليأس. يفو توجور افوار سيت اسبال سورتو ساجيسون دو نوتر ايكيب ناسيونال. مشاهدينا، وصلنا لختام اخبار الرياضة، شكرا جزيلا على المتابعة والى اللقاء.